واحدة من المرات كانت الطائرة المسيرة القادمة من العراق قريبة للغاية من فرقاطة ساعر 6 الإسرائيلية، وكانت على وشك ضرب هذه الفرقاطة، لكنها ضربت المستودع بالقرب من هذه الفرقاطة مسافة بسيطة. يبدو التشويش لعب دورا أو غيرها من هذه الأمور. كما تعلم الآن شاهد 136، ممكن نسخ أكثر تطورا، ممكن صواريخ في المستقبل تدخل أكثر تطورا، مما يزيد نسبة النجاح لدى الفصائل أو تشكيل خطر أكبر على قاعدة نيفاتم المهمة للغاية، على مفاعل ديمونة وغيرها قادمة من هذه الفصائل الموجودة في العراق أو حتى الموجودة كذلك في سوريا. ألا تعتقد هذا قد يدفع إسرائيل من جهة أخرى لإسكات هذا التهديد الذي يواجهها بين فترة وأخرى، خاصة وأنه بدأ شيئا فشيئا يتصاعد وضد نقاط حساسة للغاية؟ كيف؟ كلام كيف؟ يعني إذا فكرت إسرائيل بهذا الموضوع متأخرة جدا. يعني كيف؟ يعني إحنا تعرف من خبرتنا العسكرية أحمد، الفصائل نجحت، يعني نجحت في اختراق الدفاعات، نجحت في خرق السياسات الدفاعية الإسرائيلية بغض النظر أصابت أو لم تصيب. يعني دعنا نكون واضحين، إحنا نقيم بحيادية، دائما أقول لك أنا أقيم بحيادية من وجهة نظري، أرى ما الذي الطرف الآخر، ما هي حظوظ الطرف الآخر في التعامل. أنت أمامك شبكة من التمركزات المسلحة، إيران تنأي بنفسها عن أي سلوك عسكري، وهذا ضمن سياق الغموض الاستراتيجي اللي تمارسه إيران بدهاء عالي. هذه الفصائل تعلن عن نفسها فصائل مستقلة وتستخدم القوة، وهنا مسألة التشكيك والإنهاك لإسرائيل في ظل وهن جيوبوليتيك واضح بالنسبة لها بانشغالها في معركة وإطالة الحرب في غزة دون مخارج، وبالتالي هذا الاعياء وهذا الانهاك بالنسبه لاسرائيل لا يسمح لها معالجه هذه الفصائل. يعني لا تمتلك الوسائل بالدرجه الاولى، ربما الاساليب موجوده ولكن الوسائل والدعم الرئيسي، لا ننسى انه الحليف الاستراتيجي الرئيسي الولايات المتحده الامريكيه قد تبدل مزاجه، لنقل تبدلت اساليبه مع اسرائيل. وايضا الضغط الانساني العالمي او نقول احنا خلينا نقول الحمله العالميه ضد اسرائيل لايقاف هذه الحرب ايضا كبيره، لا سيما ايضا القمه العربيه اليوم ذهبت الى ضروره ايقاف هذه الحرب. يعني نتكلم عن 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 خيارات ضعيفه لدى اسرائيل، يعني خيارات المناوره والرد ليس كما كانت في السابق، ربما الا ان تفكر ان تخوض حرب ولا تستطيع ان تخوض حرب لوحدها.